يقول السائل: هل مضاعفة الصلاة تخص الحرم أم تشمل مساجد مكة؟ الحرم هو ما داخل الأميال كله يسمى الحرم، ما هو بالحرم خاص بالمسجد. الحرم كل ما كان داخل الأميال، داخل الأميال فهو الحرم، وتضاعف الصلاة فيه كله، في جميع مساجد مكة وجميع بقاع مكة، ما كان داخل الأميال فكله حرم وكله تضاعف فيه الصلاة.